مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم تدريب تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن السوق الأمريكي والمؤشرات الرئيسية الأربعة على الإطار الزمني قصير الأجل. هنبدأ بمؤشر S&P 500 Index. إشكاليته إنه قام بكسر دعم يومي قصير الأجل عند 5800 نقطة تقريبا، فده دعم يومي مكسور، ولكن نزوله تحت خط القناة طويل الأجل يضع المؤشر في المجمل والسوق عموما تحت ضغط بيعي. ونلاحظ ان معانا صمام أمان طويل الأجل هيكلي عند 5644. خلينا مجازا نقول هذا الصمام يبدأ من 5600 ويمتد إلى 5644. كسر هذا الصمام للأسفل أو كسر مستوى الدعم المذكور لأسفل يضع المؤشر بالكامل تحت ضغط بيعي واحتمالية الدخول في اتجاه هابط متوسط الأجل. ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض الرؤية. على الأوتر الزمنية الطويلة زي ما حضراتكم شايفين السوق طالع بزاوية ميل مختلفة عن الزاوية الأصلية، اللي أنا رسمته بالأزرق ده السميك ده الزاوية الأصلية، إنما الزاوية دي الزاوية المستجدة. فكسر مناطق 5644، وإذا تنازلنا مجازا وقلنا 5600، فده بيضع المؤشر تحت ضغط بيعي ممكن يذهب به لخط الاتجاه الرئيسي والأصلي الذي يتمحور الآن حول مناطق دعم شهرية طويلة الأجل عند 4800 نقطة. طبعا سيناريو سلبي لا نتمناه، لكن الحذر واجب، لأن المستوى ده لو انكسر وتأكد الكسر بالثبات تحت المستوى المكسور بإغلاق يوم جمعة هيبقى في ضغط بيعي رهيب ومخاوف من هبوط عنيف وممتد يواصل الرحلة نحو 5000. طبعا مفيش حاجة مؤكدة، لكن الاحتمالية تتصاعد وزيادة الخوف من الهبوط العنيف تتزايد بإغلاقات مستمرة تحت 5644. ولذلك مهم جدا نحفظ الرقم ده ونتمنى ألا ينكسر أبدا. طبعا لو انكسر الاستراتيجية هتتغير من استراتيجية شرائية في المجمل في السوق إلى استراتيجية بيعية. يعني بدل ما تبدأ تفكر في إنك تبحث عن أسهم حول الدعوم من أجل الشراء للصعود، هنبدأ نفكر في أسهم عند القمم من أجل البيع للهبوط. الاستراتيجية ستنعكس تماما على الإطارات الزمنية المتوسطة والطويلة. فنخلي بالنا إن الرقم ده مش بس صمام أمان ينكسر، لا، ده استراتيجية وهتتغير ستنقلب. طبعا وارد جدا واحد يقول لك لا 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 الشورت سيلينج أنا ما بعملوش، وممكن حد تاني يقول لك الشورت سيلينج أصلا حرام، فيقول لك أنا في الفترة اللي السوق هينزل فيها أنا هتجنب السوق والعب على، إذا ما جاز التعبير، طبعا مش مقصود لعب، مقصود اقتناص الفرصة، يعني على المرتدات، بمعنى الارتدادات لأعلى شرائيا هيغامر فيها بدلا من الدخول في شورت سيلينج صريح. القصد من الكلام وخلاصة القول ان كسر 5600 هتقلب كيان السوق، لا نتمناها اطلاقا. طيب مؤشر الناسداك إلى حد كبير برضو نفس الفكرة ونفس الرؤية، ولكن بأرقام مختلفة. يعني لدينا خط اتجاه صاعد طويل الأجل، وهنا بقى بيتلاقى مباشرة مع صمام الأمان الهيكلي دون وجود لزوايا ميل مختلفة، وإن كان بيشترك مع الـ S&P 500 Index إن في دعم يومي مكسور. تعالوا ندخل في التفاصيل بشكل أوضح. هي فين الدعم الهيكلي او صمام الامان الهيكلي؟ عند 19500، نفس المنطقة تقريبا التي يجري عندها خط الاتجاه الصاعد.
طبعا حدث ولا حرج ان صمامات الامان المضاربيه انكسرت، صمام الامان قصير الاجل انكسر، الدعم اليومي قصير الاجل انكسر، كل المستويات دي انكسرت. وجاري الان اختبار مناطق صمام الامان الهيكليه التي لا قدر الله لو انكسرت ممكن الناس ده يدخل في موجه هابطه قصيرة إلى متوسطة الأجل يتبعها تغير الاستراتيجية، نفس اللي قلناه في S&P 500 Index ينطبق ويسري على ناسداك 100 Index. لا نتمنى ذلك إطلاقا، لكن علشان تبقى عارف الرقم الذي يجب ألا ينكسر في مؤشر الناسداك 100، لأن في ناسداك كومبوزيت، أنا أتحدث عن الناسداك 100 19542. وبما انه صمام امان هيكلي فممكن تقول 19500 في 40 نقطة لفوق و 40 نقطة لتحت، لازم الرقم ده يتحفظ لان مهم جدا الا ينكسر. ولا قدر الله لو انكسر يوم وتذبذب فوق منه وتحت منه بضعة ايام، العبرة بالاغلاقات الاسبوعية وتحديدا يوم جمعة. نتمنى ألا يحدث هذا السيناريو السلبي أبدا، لأن هي هتبقى المرة الأولى لمؤشر الناسداك الذي يكسر فيه خط الاتجاه الصاعد من سنتين. فممكن جدا عنف الهبوط يستهدف أقرب دعم شهري حول 16000 نقطة، سيناريوهات لا نتمناها أبدا. من دلوقتي بنقول الأرقام علشان تبقى عارف، لأن الرقم ده لو انكسر حتى لو أنت بتتجنب الشورت سيلينج كفكرة، على الأقل هتبدأ تفكر في الأفويد اللونج، يعني خلاص أنت مش هتشارك شورت، براحتك أنت وقناعاتك ومبدأك، نحترمه كامل الاحترام، لكن هيبقى فيه تغير في الاستراتيجية مجبر الجميع عليها ألا وهي أفويد اللونج. فنخلي بالنا الاستراتيجية تتغير. نيجي بقى للمشكلة الكبرى، رأس الألفين ومؤشر الشركات الصغيرة للأسف الشديد قام بكسر صمام الأمان الهيكلي. يعني كده واحد من أصل أربعة قام بكسر صمام الأمان الهيكلي. طب كان فين صمام الأمان الهيكلي اللي كنا رسمينه مع بعض؟ عفوا آسف، عند 2200. طيب الصمام ده انكسر وتأكد الكسر بالثبات تحت منه كذا يوم، وحدث ولا حرج عن إغلاقات أسبوعية، ومش بس كده وزيدك من الشعر بيت، وكان لدينا نمط سعري اختلافي بنقول عليه هيد اند شولدرز، رأس وكتفين. يبقى كده معانا واحد من أصل أربعة كسر صمام الأمان الخاص بيه، واحد لا يستهان به، ده بيعكس أداء 2000 شركة، مش 100 زي الناسداك 100 ولا 500 زي S&P 500. فده مؤشر مش كويس للسوق في المجمل. طيب داو جونز وضعه نفس وضع S&P 500 Index، وضعه نفس وضع ناسداك 100، بيختبر صمام الأمان الهيكلي الذي نتمناه ألا ينكسر أيضا في مؤشر الداو جونز. بس خلي بالك بقى، صمام الأمان الهيكلي في مؤشر الداو جونز عند 42000 نقطة، وارد جدا بحكم أن الداو جونز متكون من 30 شركة بس، الذبذبة فيه تكون أعنف وأعلى من المؤشرات الأخرى، فطبيعي جدا يحدث شيء من الإغلاقات تحت منه والإغلاقات فوق منه، وربما تكون هذه الذبذبة أسبوعية، يعني لا إغلاق أسبوعي تحت منه وإغلاق أسبوعي فوق منه. ولذلك أنصحك بعدم الاهتمام بكسر الصمام الأمان الهيكلي في مؤشر الداو جونز، لأنه وارد جدا تأتي منه إشارات خاطئة لسبب بسيط، كل اللي بيعكسه أداء 30 شركة فقط، فوارد ان الذبذبة تكون مرتفعة وعالية. واحنا اتفقنا اسهل واوضح الاشارات تأتي من S&P 500 Index من حيث الجودة، ثم احيانا يستلم منه الراية مؤشر الناسداك 100، يليهم في الاهمية راسل 2000، واخر واحد من باب الشهرة والسمعة داو جونز اندستريال افريج. طيب يبقى احنا كده في شوية قلق بحكم ان احنا
بنتمحور وبنتمركز حول صمامات أمان هيكلية يجب ألا تنكسر. يبقى العقل والمنطق والحكمة بتقول إيه؟ لو أنا معايا مثلا 10,000 دولار، دعونا نقول إن 10,000 دولار دول تلتينهم في السوق، يعني مجازا خلينا نقول 6,000 دولار في صفقات افتراضية مفتوحة و4,000 دولار كاش. يبقى من باب أولى، ما دام السوق على ضعف وفي حركة هابطة بمعظم مؤشراته، من باب أولى أكتفي بما هو في السوق ولا أزيد. واللي في السوق ده لو في جني أرباح أجني، ولو في تقليل خسائر أقلل، لكن لا داعي لإضافة كاش افتراضي جديد في تداول ورقي مستجد في السوق طالما المؤشرات لم تعطي إشارة انعكاس ولم تعطي إشارة احترام لصمامات الأمان الهيكلية. الحرص واجب، ما بقولكش ما تشتغلش. التداول الورقي والتداول التعليمي والصفقات الافتراضية متاحة للجميع، لكن أنا عايز أكتسب عادات استثمارية سليمة. لما ألاقي نفسي حول صمامات أمان أيا ما كانت، قصيرة متوسطة طويلة أو هيكلية، أهتم قليلا بإدارة رشيدة لرأس المال ولا أندفع. هتقولي طب افرض بقى السوق ارتد من صمام الأمان الهيكلي ده وطار لفوق، يا أخي ما أنت معاك جزء من الصفقات الافتراضية مفتوحة. هو أنا معيش، يعني أنا نفسي مش فاتح صفقات افتراضية في سولفنتم ولي أوتو وأظن أفالوتكس و اكسبنج اتقفلت، يعني انا مش فاكر كل الصفقات الافتراضيه اللي معايا، لكن معايا مجموعه خلاص اهتم بيها وراعيها واشوف ايه اللي ممكن اجني منه ارباح، وايه فيجنري هولدنجز مثلا واحد منهم، وايه اللي ممكن اقلل فيه خسائر، واقوم بالمانجمنت واداره ما هو مفتوح من الاساس كصفقات افتراضيه ولا داعي لإضافة جديد. طب افرض بقى جاءت وسط هذه المعارك ووسط هذه الرؤية الضبابية المشوبة بالقلق، جاءت فرصة أكثر من رائعة لا تفوت. خلاص يا سيدي، لو صادفتك هذه الفرصة الرائعة التي يجب ألا تفوت وفي ظنك أنها ستسبح ضد أي تيار، اكتفي ب1 إلى 2% فقط من الكاش الافتراضي تحسبا لا تكون غلطان، وتحسبا لا يكون السوق أقوى مني ومنك، وتحسبا لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني اعمل حساب ان السوق ملوش كبير، لا انا ولا انت نقدر عليه ولا 1000 زينا، ولا شركة ولا بنك ولا مؤسسة ولا اي كيان يخطر على بالك مهما كان حجمه يقدر على السوق ككل. فلو جاءت فرصة انت تراها لا تفوت ولا تترك، فبرجاء توخي الحذر في ذلك التداول الورقي وتلك المتاجرة الافتراضية، وكن حريص لأن في الأغلب بحكم وضعية السوق كل ما تأتي من إشارات فيه ستكون ذات هاي ريسك، مخاطرات مرتفعة تستلزم كاش افتراضي في أضيق الحدود الممكنة حتى تجتمع المؤشرات على رؤية صاعدة مجتمعة. ما يبقاش واحد منهم كسر صمام أمان هيكلي وعامل نمط انعكاسي بينما الآخرين يختبرون أو يهددون صمامته، مش وضع آمن. الحرص واجب. لسه ما انعكسناش، لسه ما حصلش تصحيح هابط صريح، لسه كل صمامات الأمان في المؤشرين المهمين ناجحين، لكن ما تضمنش. عايزين نشوف شموع يابانية انعكاسية على الرسم البياني الأسبوعي، عايزين نشوف بعض الأنماط السعرية الانعكاسية على الرسم البياني اليومي، انعكاسية لأعلى طبعا، عايزين نشوف أحجام تداول في الأيام الخضراء، عايزين نشوف جفاف للتداول في الأيام الحمراء، ثم نطمئن بعد ذلك للسوق قبل أن نبدأ في البحث عن إشارات. والدخول متأخر في الاتجاه السليم أفضل 1000 مرة من الدخول بدري في اتجاه خاطئ. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.